هلا حياكم الله، صبحكم الله بالخير مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من فقرة بدون تحيز في يوم 59. اليوم يعني يوم مختلف، يوم بداية أسبوع جديد، إن شاء الله يكون يوم فيه تفاؤل وفيه نجاحات وفيه نظرة إن شاء الله تكون على قد الهقوة. طبعا الأسبوع اللي فات كان أسبوع جدا حافل بالأحداث اللي صارت فيه، هو ثلاثة متسابقين ودعون خلال أسبوع واحد، هذا يعني أتوقع ما حدثت قبل، يعني ثلاثة متسابقين في أسبوع واحد. لذلك حنا اليوم عندنا عدة محاور كثير بنتكلم فيها وبنعرج عليها. طبعا قبل كل شيء نبي نبارك لصاحب الحصانة ليلة البارحة عبد العزيز الأسلمي، كذلك نقول الله يوفق ناصر ويوفق كذلك ناصر بن سعد وناصر بن قمرة، كلهم بني ناصر، الله يوفقهم يكتب لهم التوفيق وبداية نجاحات. لكن البرايم البارح كان فيه منافسة قوية جدا، وكان البرايم صعب تألق فيه، أبو نايف عادل كعادته مبدع جدا. نبي نبدأ في إحصائية اليوم، بعدها بنروح للبرايم ونتكلم ونناقش النقاد في برايم ليلة البارحة. أعطونا الإحصائية حقة اليوم. طبعا إحصائية اليوم: ساعات البث 12 ساعة، عدد الفقرات 6، الشالات 9، القصائد 5، سوالف 34 سالفة، التقييم اليوم 55%. نجم اليوم سلطان السمي، يستاهل سلطان، إن شاء الله نقول إنها بداية لسلطان في التألق والإبداع وبداية خير إن شاء الله. إبراهيم البارح كان إبراهيم صعب جدا في التنافس اللي صار على الحصانة، وسواء على ستيج أو خارج البرنامج من تفاعل من الجمهور كان تفاعل جدا قوي، كذلك اللحظات الأخيرة اللي كانت محزنة جدا في الاثنين اللي ودعونا ليلة البارحة. لذلك حنا نبي نحتفي بصاحب الحصانة ليلة البارحة اللي للمرة الثالثة ويقولها ويأشر بيده ويقول هاتريك في حصانة الجمهور، يستاهل عبد العزيز الأسلمي. نستعرض هذا المقطع ونرجع لكم في محاور الليلة. انتين طيبتك كثير صح؟ وهل يطيب شخص طيبوه جمهوره؟ حضورنا فارق على كل الحضور، حنا خلقنا من أجل حسم الأمور، يا شاشة الواقع ترى نبطلها. وأقول أشوف ناس تضاعفني من إسكاتي، ما تدري إن النفس عدتها من رضاها، وأشوف ناس أنت بتكسر طموحاتي والحمد لله جيها وتعداها. يستاهل عبد العزيز، ثقة جمهوره. ويعني البارح أول شيء خلوني أصبح على النقاد بالخير. أبو منصور صبحك الله بالخير، حياك الله. يا مرحبا يا أخوي أبداع، وبداية أسبوع جميلة إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى أن يعم السلام في جميع أرجاء الكرة الأرضية إلا بهذا المنتجع. بار ربي مو كيف الصوت الحين؟ ممتاز مضبوط. أتمنى أن يعم السلام في جميع أرجاء الكرة الأرضية إلا هذا المنتجع، لأن هذا محتوانا، متى ما كانوا على قلب واحد إحنا نخسر، فإحنا دعاة للشر هنا، وبإذن الله إحنا بنتمكن. أنا أتمنى من الجميع أنهم يعذروني الفترة اللي قاعدين نعيشها الحين على بحجم الضغوطات والأشياء اللي قاعدة تصير. حقيقة يعني أنا أفتقد سالم حزام، أتمنى أن يكون بصحة جيدة وعلى ما يرام. سالم حزام أتمنى أنك ترد علينا، تجاوب معنا يا أخوك، نشوف وش فيك وش في خاطرك، تغالي علينا. أنت هنا أسطورة في 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 قناة الواقع، أنت الرقم الأصعب، أنت الرقم الأقوى، متسابقين أيضا، كل الجميع يسأل. أتمنى أنك بخير وبصحة وسلامة، وأنك تسمعنا وتتابعنا، وأنك ترجع لنا سالم وطيب إن شاء الله. كذلك نرحب أخونا الكبير أبو عبد الله، صباحك الله بالخير. صباح النور، صباح السرور، صباح العسل والورد المنثور على ما يقولون. سلام. صباح على المتسابقين، أهني. أنا بس أسألك سؤال قبل ما أهني. أسلم. أنت ترى أنه حصانة أو درع الجمهور أهم من حصانة الأسبوع؟
عموما المادية قصدك؟ إيه. أنا والله أشوف اللي توجه جمهوره يستحق. يستحق. نعم. يعني كأن لسان حال بداح يقول ما لها قيمة الحصانة المادية، القيمة على، لكن أنا أخالف بداح وأقول أهني عيفان الحاصل على الحصانة المادية هذا الأسبوع، وهو النجم اللي يستحق التهنية، عز نجم جمهوره نهنيه، لكن أنا أقول الجمهور ما هو بمقياس الأوتسايد العشرة الموجودين. كان في منافس أمس بين عز وفيحان والأرقام كانت متقاربة والعدد كان بسيط، لكن المنافسة الفعلية لما تحط 27 رجال مثل ما حصلت في جنتل، حطينا 26 رجال على منافسة نجم الجمهور وصار فيه مداحم. صحيح هناك يصير مداحم، مداحم يصير في هذاك المكان أنه فيه 26 رجال، لأخذها واحد على 26 سأخذها، لكن تأخذها أنت ثلاثة أربعة أو خمسة جاي أو ثلاثة، خلنا نقول عشرة، واحد بيعلن انسحابه وثلاثة أصلاً عارفين أنهم رايحين للمادية، يبقى عندك كم؟ ستة. الستة ذولا في منهم اثنين يهتمون، في منهم البقية ما يهتمون ولا هم دقي لها بال، فكأنك تتنافس أنت واحد، إن وصلت أنت رقم واحد ورقم اثنين، أنت هو صار رقم واحد أنت صار رقم اثنين، فما لها قيمة. أنا عندي إن ما لها قيمة، القيمة لما تحط 27 رجال وتقول ورونا جمهوركم، هذه القيمة. بالنسبة لناصر بن سعد نقول بداية نجاحات إن شاء الله ومعوض خير والله يوفق. بالنسبة وقفة مع ناصر بن قمرة على جبع، حنا فينا جبع للمحاور. لا هي بس تعيج عام عشان أقفل الموضوع. بالنسبة لناصر بن قمرة هي عدوى تنتشر جدوا السحاب هي أول مرة تنتشر، لكن ناصر بن قمرة نقول الله يوفق. موضوع الانسحاب أنا لي عنده وقفة بنجيها إن شاء الله، أبغى أعرج عليها وموفق خير. تفضل. بس بخصوص عيفان، طبعا سبق هباس في الموضوع هذا انه اذا دخوله للاوتسايد هو تصرف ذكي انه يروح اخذ الحصانه الماديه، الشخص اللي بينقذ نفسه من الاوتسايد يتوجه للحصانه الماديه، لكن وقوف على المسرح وان الجمهور يوقف معك ويطلعك من مازق صعب مثل المازق هذا، انا لازم اني اشكر الجمهور واني اشكر المتسابق. عيفان له الحق انه في الحصانه الماديه، وقبله هباس بقني ينقذ نفسه من هالشيء هذا، ونبارك له ويستاهل. ابو سحاب صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا بداح، صبح عليك بالخير وعلى الزملاء وعلى الساده المشاهدين وعلى متسابقين النسخه. صبح بالخير على الجميع بلا استثناء، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، من سيء الى أسوأ، ومن ظلم الى اظلم، ومن فراغ الى اكبر. وأسأل الله أن يعدي هذه الأيام على خير، وأسأل الله سبحانه أن يصطفي من ملائكته من ينصر هذه النسخة ومن يأخذها بيدها إلى النجاح، ولكي لا تصل الأمور إلى التماسك بالأيدي والتنابز بالألقاب وخسائر الأموال اللي ماني شايف لها مبرر. يعني أنا ما أدري تنافسون على ويش، أنا ماني شايف صراحة. موضوع كان مرن وسهل جداً، مثل زين تمشي امورك، اهرب تمشي امورك، غيب ونام تمشي امورك. حرب ما كانت تستحق ان الواحد يعني يدفع فيها تكاليف اكثر من كذا. مساء خاص للهارب من العداله نواف الاكلبي، وبارك له انتصاره في هذه القضيه. انتصار نواف. بسألك عن الاسباب بعد شويه ابو سحاب. لا لا تسألني انا. قفلت، حطيت نقطة آخر السطر. نقطة آخر السطر، ها؟ طيب. مع العلم. وعلامة استفهام كذا. مع العلم. مع العلم. مع العلم. إنه والله العلي العظيم إنه هرب. مثل التفاصيل اللي قلناها حصلت، بس عاد. هروب من العدالة واصطفاء إلهي. علامة استفهام. هذا اصطفاء إلهي، ما نقدر نعرف. طيب، بأتكلم عن البارح، كيف شفتوا البرايم بشكل سريع؟ نبي ناخذ الموضوع هذا بشكل ما نطول فيه. البرايم البارح لا من أداء عادل، وكذلك المتسابقين والمنافسة اللي حصلت على نجم الجمهور، وكذلك اللحظات الأخيرة من مغادرة المتسابق. نظرتك يا أبو منصور بشكل سريع. أيوه أبشر. الله يرد. أنا ما أدري إيش كنا مسامعين. أول شيء عيفان يستاهل حصانة، عيفان يعطي إيحاء إنه بيكون الخليج الأول اللي ممكن يفوز في 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 برامج الواقع. أرسل رسالة يعني. هنا أرسل رسالة، هو ولدنا، هو من ابن بيئتنا. وله بغريب، وإن شاء الله بإذن الله أنه إذا حصل له حظ هو زملاء ينافس. هذه رسالة أرسلها عيفان، كأنه قلت ما قد صارت قبل يا أبو منصور، ترى إيه ما قد صارت، خليج فاز كلهم أتوقع سعودي. إيه.
ممكن يكسر في هذه النسخة الغريبة ممكن. أما البرايم عادل هيف لو ما نطلع من هذا البرنامج من سكريبت 2 إلا بروز هذا النجم في البرايم ممكن يكفينا. طبعا المكاسب كثيرة، داح، علي، عبدالله الروقي، اللي أتمنى إذا عبدالله الروقي جاه الإحباط، هذه رسالة للإدارة، إذا أحبط عبدالله الروقي ترى كلنا بنمشي ما عاد في الدنيا أخي خلاص. والله العظيم إنه هو الرجل الوحيد منا كان القائد اللي يحاول إنه يزاحم يعني جايب، فأنتم قاعدين تحبطونه كل ما تقدم نرجع للبرايم. فيحان بكاء أمس، بكاء الراية البيضاء بالهاتريك متروفج، عطاكم الهاتريك عز. عز يرحم والدي كنت جمهورك، أنا أطالب من هذا المنبر جمهور عز وعز إنه يسمح إن الأسبوع الجاي لا يدخلون في السالفة، خلونا يا أخي ما في غيركم. أنت راكني سببت التحدي، ما في غيركم. إيه طبعا فاز وبإذن الله أنا الأيام الجاية أو في هذا لأني كنت متوقع أصلا. فيحان استرح يا أبوي خلاص، والله أنها حسمت ثلاث مرات على التوالي. أتمنى وجمهور عز اطلع من السالفة خلاص، عزة تكفى ريح الأسبوع الجاي خلنا نشوف زملائك وجمهورهم. آخر نقطة وش كنت بقول؟ إيه بن قمرة. استفهامات كثير على اللي قاعد يصير. بن قمرة أتمنى بإذن الله بتوصل معه. أول شيء بن قمرة مو في حاجتي. لا هو رجل يعني يعرف وين حقه ويعرف كيف يأخذه ويعرف، لكن أنا أقدم هنا تساؤلات. إذا كان أخونا ناصر بن قمرة مظلوم احنا بننصره ان شاء الله، ولا هو مو في حاجتنا. ناصر يمكن ما عاد يبي البرنامج اوكي، لكن اللي قاعد يصير امس لخبطه، الرجل منسحب ولا شو اسمه. احنا بنتكلم عن المحور لان حاط له محور كامل. اي طيب إيه نبي إيه خلاص كفي برويه يعني راحتك فيه كفي برويه هذا المحور يعني بنفتح. محمد ميزته انه ما يجبع على استحياء الرجال، يجبع عمدا. ايه طيب حسبي الله عليك. انا الموضوع هذا مهم جدا، هو موضوع محور كامل. طيب جميل ان شاء الله بخليك تاخذ راحتك فيه بعد شوي. ناصر بن سعد. ناصر بن سعد جوالك ما فعل زوي يمينك، انت اللي تسببت على نفسك. قلت لك سلم الجوال الخصم كل يوم في معني اشك في بعض من العداله. طيب انا عداله علامه استفهام هذه الليله. طيب احنا نبى نستعرض عناوين الليلة، أبرز العناوين. استعرضونا أبرز العناوين لهذه الليلة، بعدها بنبدأ في المحاور اللي طرحناها لهذا اليوم. حطونا العناوين. ريان البلوي يشكك بواقعية متسابقين برنامج سكريبت. ناصر بن قمرة يمارس التسيب والإدارة تضع له حد. ريان يشكك بجماهيرية عبد العزيز الأسلمي. طبعا ريان عريس الليله، ريان اليوم عريس الليله، لكن بنجيه ان شاء الله. احنا نبي نبدا في محور، اول محور اللي تطرق له ابو منصور، محور ناصر بن قمره البارح وعلامات الاستفهام. اكيد عندكم كلكم في اليه الانسحاب، وش الاشكاليه، وش الشيء اللي صار مفاجئ. نبي ناخذ تعليقكم ورايكم. ابدا من ابو عبد الله. ناصر بن قمره البارح، شوف علامات الاستفهام. أول شيء صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. خلونا نفند الموضوع عشان يكون واضح. إيه. مما لا يجعل الأمر فيه شك يعني وريبة، تمام؟ أنه ناصر بن قمرة عنده ظرف خارج إرادته. هذه خلونا نؤمن فيها. بتقول لي كيف أنت قاعد تعذر له ولا لا؟ ما هو بعذر له. لو ناصر بن قمرة عنده نية انسحاب من البرنامج ما أخذ حصانة المادية على أسبوعين في التوالي. فناصر بن قمرة أخذ الحصانة مرتين وهو عارف إنه جاي ينافس. فالفرق بين الحصانة الجمهور، درع الجمهور، وما بين الحصانة الأسبوعية، الحصانة لها مقابل درجات تحصل عليها تجمعها نهاية البرنامج. درع الجمهور، فهمت علي، يعطيك فرصة ثانية لكنك مكانك راوح، ما أنت مستفيد منها شيء. فناصر بن قمرة مرتين أخذ درع أو حصانة الأسبوع، خروجه أكيد عنده ظرف. أنا تعليقي على الرجل البارح، ما ادري عاد ايش الخافي في الاداره، ما عكسوا لنا الصوره، لكن الرجل ما مثل مع المجموعات، طلب منها التمثيل الارتجالي ما مثل، اعلنوا انه انسحب، فهمت علي، وهو ما صرح بانسحابه وقالوا انه يتحمل الشرط الجزائي او يطبق عليه الشرط الجزائي. ترى نفس اللي صلحه ناصر بن قمره هو اللي صلحه سلطان البجلوي. اللهم ان الفرق من سلطان البجلوي مثل مع المجموعات لكن ما مثل بالارتجال، وداخل مع الباب سلطان البجلوي هو ناوي انه يطلع.
نفس الموضوع داخل ناصر بن قمره مع الباب هنا وينه يطلع. فاذا انت بتطبق على ناصر بن قمره شرط الجزائري ليش ما تطبق على ناصر بن قمره؟ طيب وش المفترض يكون يا ابو عبد الله يعني اذا كان في تغيب على العرض الاخير او المسرح وش المفروض انه يطبق عليه؟ اليه الانسحاب ما هي بالاليه اللي طلعت البارح. اليه الانسحاب ان المتسابق يروح للاداره ويقول انا منسحب اعلن انسحابي. يعلنها يعلن انسحابه انا اعلن انسحابي من البرنامج ويكون في قانونيه في توقيع اوراق اني اعلنت انسحابي واني انا منسحب من البرنامج واتحمل جميع الشروط الجزائيه. هذه اليه الانسحابات كامله. لكن انك تدخله وتطلع اثنين في حلقه قتلت خروج ناصر بن سعد. يعني ناصر بن سعد هذا الشاب والشاعر الجزل اللي حاول انه يجد له مكان في هالمعترك في سكريبت اثنين. ترى معترك، ترى كل واحد بيطلع، ما هو بشيل بداح معي اطلعه ولا بشيل عبد الله، كل واحد بيطلع بذراعه. نعم. حاول الرجال قاتل حتى دخل معه في كوفي شروم وقال انتم تمشيني انتم. الرجل حاول انه يطلع، خلينا نقول ما وفق في بعض المداخلات مثل مداخلته الاخيره، لا عرف يبرر ولا عرف ذا وبعدين انسحب. لكن الرجل عنده شيء بيقدمه. امس وش ذنبه هو؟ تقتل خروجه من المنافسه بانسحاب ناصر بن قمره وتطلع الاثنين. الجمهور ما يدري هو يروح مع ناصر بن قمره ولا يروح مع ناصر بن سعد. معليش انت سويت الان انشقاق. يعني انت تؤجل يا اخي. انت الان اذا هو ناصر بن قمره قبل بدايه البرايم جاك وقال لك انا ابغى انسحب، فهمت علي؟ خلاص قدر انتظار او انه اعلن انسحابه او شيء، تقول له وقف. احنا عندنا الان حدث رئيسي برايم بعد نهايه البرايم، فهمت علي؟ نبدا نتكلم معك ونشوف موضوعك، نجيب المحامي القناه نسمعك نشوف وش موضوعك. لكن الموضوع ما يتخذ فيه اجراء سريع يعني. على طول على الهواء صلح. انا امس اشوفها وبعدين ترى يعني انت الان عاملت سلطان بجلوي نفس المعامله. سلطان بجلوي نفس الموضوع ما مثل تجاريك انه يطلع. يا سلام عاملته هذه بالضبط. هذه خلينا نكون ميزان حقي يا سلام. احنا والله ما هو مناظر. انا ممكن اقول والله تعالى لا انه صح، لا الصح صح والخطا خطا. سلطان الجلوي انت ما عملت نفس المعامله. سلطان الجلوي قلت خلاص يلا اوكي يلا خلاص ما لا تمثل ولا لما ما مثل طلعوه انت هنا. لا مو منطق. معامله المفروض تكون بالمثل زي ما عامل الف عامل باء عامل جيم. هذه السواسيه وهذا العدل لانهم كلهم جايين ومتعبانين ومتغربين وقاعدين في هالبرنامج عشان ينجحون. ما تحابي واحد على واحد. انا ضد المحاباه. كلمه اخيره على ابراهيم امس. شهادتي في عادل بن هيف مجروحه. عادل مميز أينما كان. عادل أنا حضرت بدايات عادل من أيام كاريزما كمتسابق، شارك معنا في البزنس واحد كمقدم، شارك معنا في رمضان كمتسابق أو نجم إذا صح التسمية، شارك معنا في سكريبت واحد، شارك معنا في جنتل كناقد، شارك معنا في بزنس اثنين كناقد، وأيضا شاركنا ولا قصر كان له ظهور أيضا في الروشن والآن في سكريبت اثنين. شرفنا في البداية كناقد وبعدين مقدم إبراهيم. عادل أنت مميز ومبدع، أنتظر من عادل الكثير. لا يعني هذا اللي ماني قايل لك، لا فيه بعض اللمسات اللي ما هي العادل. لمسات عادل كانت ظاهرة، عادل مميز، أنتظر لمسات. أبغى أشوف نهاية شيء خاص العرض الأخير يوقع من تحت عادل بن هيف. يا سلام. أبو سحاب، ناصر بن قمره ليلة البارحة، هل كان من المفترض قرار او يؤجل هذا القرار الى وقت ثاني بما ان في رغبه من المتسابق للانسحاب؟ والله شوف يا انا بعرج على البرايم لان الموضوع يهمني وبعرجك على ناصر بن قمره. بالنسبه لناصر بن قمره كان حضوره باهت، سواء جلس او ما جلس ناصر بن قمره ما كان عنده شيء كثير يقدمه. لعل في الخروج الخير واسال الله سبحانه وتعالى ان يسخر لها الارض ومن عليها وهيئ لها الاسباب. اما الشان هذا شان اداري بحت ما عندي تعليق عليه. إن كان الموضوع يخص أحداث وليلة ناصر فقتلت أحداث أكبر من كذا وغير هذه، فأنا ما عندي تعليق فيما يخص الأحداث. التعليق الصحيح هذا يجيك من الإدارة ما هو من عندي. أما فيما يخص البرايم، عادل قاعد يأخذ الفقرة إلى منحنى بعيد في الجمالية، قاعد يتميز كثير. أما بالنسبة لعبد العزيز والحصانة جمهوره يستاهلون، عفوا جمهوره يستاهلون ويستاهل. بسم الله عليك. وأنا أقول لهم لا ترحمون أحد، اخذوا الاخضر واليابس. رفع الله قدرك. اخذوا الاخضر واليابس، ما لكم منافس في الفتره الحاليه طالما حاتم يعني ماشي في 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 منطقه الظل ولا يبغى يخش في برايمات وكذا، فانتم ما لكم منافس ولا ترحمون احد. وانا اشجعكم حقيقه لان شغلهم وفاء كبير مع عبد العزيز وهو يستاهل. في عيفان يستاهل ولهب اول حصانه بياخذها عيفان. اما انا اجمل شيء واجهته في البرايم هو اعتذار فيحان.
اعتذار فيحان كان حاط يعني انا احب الثقافه هذه ثقافه الاعتذار، كان حاس الموضوع ما انتهى باقي مع حباس ومحمد مناحي فاعتذر اعتذار رجولي وكان يحاب يصف النفوس. هذه الرجوله يا فيحان استمر عليها ولا على اخوياك زود يعني. فاما بالنسبه زي ما قلت لك الناصر، ناصر ما كان مقدم شيء يعني، الله يستر عليه ويذكره بخير ويوفقه في حياته. طيب بسألك سؤال في نقطه مهمه الان بخصوص الاداره، تقول ما عندي تعليق، التعليق يخص الاداره، ليش ما يكون في الاداره مثلا متحدث رسمي مثل علامات الاستفهام او النقاط اللي احنا نضع عليها علامة تعجب، انه يطلع يوضح بعض الامور يقول كذا وكذا عشان احنا نقدر نعرف شيء، اما يكون في المجهول احنا طال عمرك يعني الادارة غالبا ما تعود انها تصدر تصاريح ويكون في ممثل خاص لها، لكن ابو عبد الله ما قصر، اسهب بالمعلومة اللي عنده وقدمها شافية وكافية لنا كنقاد وكعموم لكن انا اقول لك بما ان اللي وافقت الادارة على شرطها الجزائي وظروفه واختيار الوقت، انا ما عندي اي تعليق اكثر من كذا، الرجال عنده ظرف انا والله ما اعرفه. نعم. فالإدارة ابخص في الامور دي. ومنصور يا مرحبا يا عبد، سؤالك عبد الله سؤال تطريفي اسميه هنا. تطريفي؟ اي احنا ما نبي عبد الله، انت لو تعطي عبد الله لو زدت على عبد الله شوي ها كب العشاء والله. لا لا ما كب العشاء دامنا حافظين الود وقاعدين نمشي. لا بس انه كنا علامة استفهام من حقك والله من حقك يعني، هو من حقك لكن يعني اقصد ان يعني احنا نبغى نطلع باقل الخسائر، ما يحدث في هذه النسخه كارثي بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. جرس اندار يا اخوان، مو هو بطبيعي اللي قاعد يصير، والله مو هو بطبيعي من كل الاصعده يا اخوان، لازم يا الربع شيلوا الليله ولا اعطونا اعطوا يا اخي عبد الله يقوم علي اي احد منا، احنا بحث القناه هذه فيها رجال ان شاء الله ويقدرون يمسكون الموضوع، اما ما يحدث الان من فراغ كبير هذا واحد، ثاني في يدين ترتجف من القرار، يا اخي ابطش يا اخي قرار تشوفه صح انصف ما ابطش انصف ايضا الانصاف، ليش 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 هذا الخوف يعني شيء واضح، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وش تحقيقه؟ تم التحقيق تحقق تم التحقق، كود هو رساله بسجل في برنامج انا، مو طبيعي يا اخوان يا رب انا وافى لك ربي من حاش، كلنا ندري قالوا ان جبناه وقال له والله ما طلعت وخلص ردينا. انا من هنا اقول لكم يا اخوان يا متسابقين صبحكم الله بالخير، والله احنا بضدكم ونواف الاكل بيدني ان عبد الله او كل من تكلم في الموضوع احنا بضدك، احنا نبغى العداله تمشي، نبغى الامور تمشي صح، عشان كذا يا اخوان متسابقين لا احتجتوا شيء دقوا عليه ولا اي احد من النقاد، احنا جايين نتجمل احنا نظهر باسود الوجه والربع، لا ما يصلح الكلام هذا، عشان نكون يعني متناصفين الجماله كذا على خشم، اللي تبون سياره تبون تمشى في الرياض اللي ودكم، انا جاهز ترى رقمي بحطه عندكم وما بغيتوه ترى على خشم، الاستراحه جاهزه ابو ناصر بن قمره هو ان شاء الله نبي يقدر ياخذ حقه، لكن ناصر اذا كان الموضوع فيه عليك شيء اتمنى التواصل مع ناصر اعرف كل التفاصيل، اذا كان الرجل قال ما بيمثل، طيب ما تبي تمثل طلح ابراهيم خصم يعاقب خصم، هذه فقره مثل غيرها قانونيا، هل عندك حجه؟ هل في قانونيا قايل اللي ما يطلع ابراهيم يمثل حط لك يا اخي ها هذا 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 ثغره في النظام مثل ما سواها اخونا اللي قبل اللي كان ما يبي يمثل ما اذا فيه. اذا الناصر هذا لو يذرع للاداره إيه؟ ليش تخلي المتسابق يحدك على قراره اللي يبغاه؟ وش هو بينسحب عنده ظروف، انا اسيرها على ما يحتاجها البرنامج، عندي قائمه عقوبات امشي عليها ما فعلا. عندي والقائمه فيها ارتجال قرارات ما في، انا ما اخليه يطلع من ناصر بن سعد، ما اخليه يطلع من ناصر بن سعد، انا عندي استبعاد عبد العزيز الاسلمي ومشعل سوالي حدث، انا ما استبعد عبد العزيز مشعل الحال، استبعد عبد العزيز، انا جايب قرار استبعاد عبد العزيز، ليش 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 طيب ليش واحد يقابل واحد وش تشوف وين الصحة؟ انا اقول لك ناصر بن قمره مل من البرنامج يبي يطلع، انا من حقي اداره ما احولها برايم، وش اسوي؟ يظلمني في موضوع التصويت، يظلمني في حقوقي السياديه الخاصه، انا حقي البرايم ملكي، انا اقرر ذاك اليوم طيب انا احطها اركنه على جنب واخصم عليه واجلس معه جلسه اخرى، شفته مره رايح اسوي معه مثل ما سويت، لكن ما احطه في نفس التوقيت مع ناصر بن سعد، ظلم على ناصر يعني ناصر بن سعد، ناصر ممكن. بن سعد ظلم فعلا عبد الله ظلم. عبد الله قاعد ليش ما طلع لما يطلع الفجر يا ليش سلام. ما طلع ناصر بن قمره الفجر خلاص اوكي انت قرر وانت والله فاجئ الاداره سوى لهم تصريح بكره فهمت علي، خل بكره ما يقدر يصبر الرجال عنده ظرف خلاص، اليوم منه ودع ناصر بن سعد مع الباب
فهمت علي؟ وصكوا الباب يشغلون النشيد ترى والله ترى طقت زر شغل النشيد وقول يلا ناصر بن قبرص. في النهاية يعلم الله احنا ما نشتغل، هم ايضا يعلمون اصحاب القرار هنا والإدارة يعلمون احنا كنقاد والله العظيم احنا نجاحهم من نجاحنا بعيدا عن كل شيء، يدرون احنا والله ما جينا هنا عشان نضرب من تحت الحزام او اصلا احنا اللي نتحمل الضرب حتى النسخه يعني الناس تدعي علي انا مسيد يدعون علي امهات يدعون علي يدعون علي مدري علي يدعون جمهور متسابقين كل يعني احنا نبغى الشغل يصير كويس. نعم. اتمنى هذه رساله من المدير التنفيذي لو تعطينا من وقتك شوي ويكون معنا هنا في بدون تحيز على الاسبوع القادم نحدد موعد نتشرف بتواجدك، ممكن عندك كثير من الاشياء اللي ممكن توضحها نقتنع فيها نقدمها للجمهور. نعم. يكون الموضوع لان الموضوع كذا وين في اشياء غير طبيعيه في شيء مو واضح في شيء مو واضح. اعطيك اللي انا اشوفه هذه دعوه وش ابو اسحاق محمد عيسى رفع يده عن هذه النسخه موجود قوي هذا والله صدق محمد عيسى موجود جسد ما هو موجود روح لا يهم الشيء والله ما يهم نجاح مبادرة نجاح محتوى ما أدري عن محمد عيسى هيا كانت مشكلته ما يكون الضحايا حنا والمتسابقين مالك مزاج يا محمد عيسى ارتجل يا أخوي اللي ما يقدر على شغلة يرتجل أنا متى ما تأكدت أني ماني بضاف للفقرة هذه رفعت يدي هذه شاشة ما في ما هي مجلس لما هي مجلس خاص لما تقول محمد عيسى بيده قرار ولا ما بيده قرار تمام أبعطيك بس نبذة عن محمد عيسى محمد عيسى يعني خلنا أقول لك تواجد إذا عشان ما حد يقول لك ما من يقول لك مع أنه اللي يعمل أكثر هو المشرف فهمت علي خلنا نسميه مشرف يا أخي نرقي محمد عيسى أشرف على 11 برنامج على التوالي في قناة الواقع 11 برنامج على التوالي لا عفوا 12 برنامج على التوالي يعني عنده خبرة في المجال 12 برنامج على التوالي ما تبي يكون عنده خبرة أنا مع قناة الواقع إذا بتكلم على المواصلة أنا 7 برامج على التوالي أجل عز الأسلمي ومحمد عيسى النسخة دي فهمت علي؟ 7 برامج على التوالي محمد عيسى 12 برنامج على التوالي يكون متواجد فيها في إعدادها في تنظيمها ليش ما يكون صاحب قرار طيب؟ هذا الكلام لما تقول أنت محمد عيسى صاحب أداء ما أنا أبغى صاحب قرار هو ما كان صاحب ما صاحب قرار هو صاحب أداء محمد عيسى ما كنا نشرب مويه فالبزنس غير بذنه محمد عيسى يدخلنا في غرفه ابراهيم يدقنا بالقفل والله العظيم خلونا واضحين يدقنا بالقفل يروح مذكورين الخير النقاد واللي معهم يكسرون دروجنا وغرفنا يفتشون لين يفصصونا فصفصه بعدين يفكنا الباب محمد عيسى النسخه هذه ما قدم اي شيء نهائيا يعني مسحوب منه اختصارا ما ادري مسحوب تعبان نفسيا لازم عنده مشاكل انا ما انا اعطيك اللي قاعد اشوفه ازدواجيه في القرارات في الإدارة في محمد عيسى وسعد الطويل كلهم سبوا حتى يمكن لا يكون يصير بينهم خلاف لا هذا شيء لازم في الإدارة لازم كل واحد يعرف لأن إيه لأنك ما يدري سعد وش الواجب عليه ومحمد وش الواجب عليه صار في تصادم خلاص محمد عيسى قال يا حبيبي خلاص أنا مريح قال محمد عيسى إجازة أنت المسؤول يا أنا عندي علاقات عام فصار في لبس هنا يرجع إلى الإدارة في انضباطية إن كل شخص له عمل محدد وعمل غيره طيب الله يستر والله علامة استفهام نبي نعرف لها حل ونشوف لها حل وعلى قولت أبو منصور لو صالح يتشرف معنا بدون تحيز حياه ناخذ استفسارات النقاد ونطرح الجمهور كذلك يعني الجمهور حتى بذكركم تراكم أنتم نقاد معنا بناخذ تغريداتكم حتى لو ترسلونها كالجمهور ولي مرسل المحاور يميزنا بالمحاور النسخة هذه كتاب مفتوح يا أخي ما تتعب الدور المحاوري بمنصور كل شيء واضح قدامك إيه ما عندهم البيعات نسخة البيعات بيع وامشي بس ما عندهم هذه نسخة البيعات حتى اللي طلع إبراهيم وقاعد في بيته عنده هلا قاعد يبيع أخويه لا تكفى لا تذكره يا رب ماني ذاكره من شني الآن واحد ريالتي الله يهديك يا ريالتي ترى عندك واحد من النقاد ريالتي من شني يقول لي إيش رأيك وش رأيك قاعد عنده هلا وقاعد يبيع أخويه اللي قاعدين فلان وفلان معهم جوالات وفلان تراه يكلم من جوالاتهم احسبوا معهم حنا على كيفك حنا يا أخي والله العظيم لا حشمتوا وأنتم جالسين مع بعض على صحن واحد ولا حشمتوا يومكم طلعتوا برا رحم خيرك وشرك يا شيخ طيب عطنا المحور اللي بعده المحور الثاني البارح شفنا فيه بعد البرايم طبعا تعرفون بعد كل برايم في تلقى في لحظة حزن تبقى إلى صلاة الفجر كان في تقاطع في الجلسات وكان في غضب من ريان على عبد العزيز الأسلمي وسيف الهاجري بأنهم نبي أستعرض لكم الفيديو عشان الصورة تتضح لكم وللمشاهدين بعدها بناخذ رأيكم في تعليق ريان على الشباب عطونا الفيديو حنا في سكر 60 وللحين ما تعدلوا خزانة 1 2 3 4 16 لوكيشن
تكفى يا مخرج يروح من رين جابوك حط الكاميرا هنا يا طفل يا والله ان عاملك مثل ما عامل امريكا ما اشوفك شيء يا مسلم انقلع المشكله صار واحد ما عنده محتوى هو اعطته عين تقول افكار افكار ما عنده محتوى ويطرد الكاميرا هذا غلط 57 يوم عادي ما بيني نفسك في فرق عقوق إيه؟ جلسة مستكنين يا طول العمر تجي تخربها يا عزوز خبل أبو سحاب تعليقك على اللي شفته تعليقي وصل السيل والزبا وصل الزيل السيل الصدور مليانة والميانة صفر والمعنويات صفر والخوة صفر مكعب الخطأ من الطرفين الخطأ من عبد العزيز وتحمل الجانب الأكبر والخطأ بعد من ريان عبد العزيز يعني طبعا هي الجلسة هذه تبعها جلسات وكان يلعب الحالة والشباب كانوا في لوكيشن فتكلموا فيه قدام يجيهم في اللوكيشن فجاء في اللوكيشن وزاد الطيب بلة فطلعوا ناس من اللوكيشن فراح واحد يتوسط لهم عشان يرجعون فامسكوا انفسهم قالوا ما احنا بجايين فجات جلسة بعدها وصرح تصريحات واسعة عموما هو بعد خروج خويهم تقريبا بربع ساعة اللي ودعوهم خوياهم اثنين ناصر ربع ساعة فقط تقريبا ربع ساعة اضطراب مشاعر خصام شخصيات فاللي حصل انه عبد العزيز يحسب نفسه يمون هو ما يمون وباختصار عبد العزيز قاعد يلعب على الوتر الحساس استفزك اكثر تخرج بصورة اسوأ اكثر استفزك اكثر تخرج بصورة يعني تعمدها عبد العزيز ودي صراحة تنادي هو لنا أو تنادي لنا ريان حسب اللي لا تشوفه. لا بنجيب ريان جهزوا لي ريان في الكوفي شروم ريان تعليق النقاد ريان حمل الموضوع فوق ما ما ما, ما على إني ما ألومه وأنا لو كنت مكانه ممكن يكون لي نفس ردة الفعل أمانة يعني مناصفة الخطأ مناصفة لكن بما أن ريان يعني العين عليه أكبر في الفترة الأخيرة بعد برايم يعني ممكن وبعد برايم وهذا الكلام ينقال تحت البث وتوجه خويك جاء ولقاك متنرفز ما هو من النوع اللي تقول لي تراني زعلان ويفهمها ويعقل لا عابط ايه ممكن مضغوطين شوي من الحصانات وانا ما اعتقد ان الموضوع موضوع حصانات بس الموضوع ما عاد يتحمله الرجال يمارس على ان في البدايه هو كان هناك وهم في جلسه ايه فظنوا انه خرب عليهم جلستهم اذا صرت انت في لوكيشن وانا معك ماني في لوكيشن واسوي اللي ابغاه ما يعني الموضوع ما يخصك لكن طالما هرجوا فيه وجاهم أدبا يا عبد العزيز إذا دريت خويك إذا أنت تقدره وتقدر الشاشة إذا خويك شفته يعني ما هو بيمك أو مزاجه سيء أو ما يتقبل أنت قاعد تسويه ورني أدبك واحترامك للشاشة والخويك والتزم الصمت وغادر الجلسة أبو سحاب علما أنه بعد البرايم يعني اثنين من المتسابقين أخوياك مغادرين فطبيعي أن الجلسة بتكون فيها شباب مشحورين متنرفزين هل عبد العزيز سؤال هل عبد العزيز تعمد الشيء هذا عشان يطلع الشباب بصوره ما لا, لا 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 عبد العزيز عشان نوضح عبد العزيز فنان كاميرات واللي يغلبه يلعب به عرف ان عمليه اني انا استعطف اربح عمليه اني استفز اربح فقلت قاعد يلعب على المستريح الرجال فاهم اللعبه كلها صح خوياه بدال ما يوجهون التوجيه الصحيح ويجلسون تحت البث معه وانا اكتشفت انهم ابدا ما يجلسون معه ولا راح يجلسون معه لانه ما راح يتغير بالطريقه هذه فالرجال عرضهم للهبايل فجاء ريان وكب العشاء ومحمد مناحي وزايد واللي يكون المنظر السيء عليهم اكثر ما هو على عبد العزيز طيب حلو ابو عبد الله انا بسالك سؤال عميق جدا من واقع تجربه الان بعض المتسابقين ممكن من خلال متابعه النسخ اللي قبل يستخدم الاسلوب هذا اني انرفز المتسابقين اللي معي علما ان الجمهور حتى لو كان الشخص مخطئ بما ان متسابقين اخوياه ضده على طول يوقف معه استعطافا معه سؤال هنا عبد العزيز في اتخاذ الاسلوب هذا هل هو مؤثر عليه او انه مشاهد ناس قبل والا جت بالصدفه شوف النسخه هذه اول شيء هم يعانون من انفصام بس مو انفصام في الشخصيه انفصام في كل شيء عندهم انفصام عجيب تمام اثنين من اخوياهم مدعينهم ولا كان في حزن كان صفحه قلبوها طعمك واشتغلوا اجلسوا عادي يسولفون تضارب في مشاعرهم هذا واضح تمام تكشفت الاقنعه يعني مثل قلت انا قدامك وقول يا اخي والله ما ودي انك تمشي وما ادري شلون ويا من صكوا الباب لين يصكونك كذا ابقى قلعته اكسر وراء قله على قولة المصريين
هذا 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 شيء يعني ظهر على الشباب. اما ما يخص موضوع عبد العزيز، انا ريان بعد نحتاجه ترى في كوفي شروه. اما بما يخص موضوع عز خلني اقول لك، يعني عرف ان الشباب هذولا مداهم قريب، عرف انهم حاقدين عليه او انهم غابطينه، خلينا نشيل موضوع الحق، غابطينه من باب الغبطه وليس الحسد، مع ان الحسد واضح، تمام، غابطينه على ما وصل له عز، فقاموا يعني هاي ناكفونه، وهو عرف يقول اضغط المضغوط اكثر، انتم مضغوطين مني انا بضغطكم اكثر واكثر، فهمت علي؟ فيعني اشوفها ذكاء، يعني ترى اول مره بصراحه، خلينا نتكلم يعني بامانه، عبد الله يمكن يتفق معي والشباب يتفقون ويختلفون، لهم حريه ابداء الراي. اول مره يمر علي في برامج او السبع برامج الماضيه احد مثل عبد العزيز في الحالتين. كيف اقول لك الحالتين؟ البثاره اللي صلحها عبد العزيز البارح، هذه بثاره اسمها، البثاره وايضا في انه يكون عنده جمهور، فهمت علي؟ لا ما هي بثاره بعبد الله، معليش باحترامك، قلت ادب عاد، ما ادري انت سمها زي ما تسميها، لا اللي سواه عبد العزيز قلت سمها زي ما تسميها، انا اسميها بثاره. شفت البثاره هذه؟ نلقاها عند واحد لكن ما عنده جمهور، الجمهور ادري انه بثر، فهمت علي؟ ما يبيه، هم دارين انه بثر، فما حد ما عنده جمهور، فهذه موجوده في كل البرامج، ان في واحد بثر هذا عله، هذا عله نحر، موجود في كل برنامج، لكن انه يكون بثر وعنده جمهور صراحه حاله فريده، انا وجدتها في عز، ما قد مر علي. عشان كذا لا تزعل مني يوم اقول لك لا تقول لي جمهور الا لما تحط السبع، لا انا اتكلم عن ابداع، ما يعني تحسب يهمني زعم احد غير، لا انا يهمني اخوياي اللي على الطاوله اللي برا، انا ما، عشان كذا اقول لك لا تقول لي نجم عنده جمهور الا لما تحط لي 27 على محك على صعيد واحد، يعني من مقياس، من مقياس، عشان كذا اقول لك البثر هذا في كل برنامج، لكن تميز الان ان هذا بثر عنده جمهور، فهمت علي؟ جمهور هو شبه حالات فزوعك حيلان وفزوع حاتم الحربي، ما يهم، انا اقول لك حطهم لي على صعيد مبين من الجمهور، حول ولا قوه الا بالله، لا الحقائق تمشي معكم ولا الواقع يمشي معكم والله، بس ولا الصدق يمشي معكم ابو سحاب. شفت هذه كلمتك؟ هذه انا مجهز لها محور لك، ابى اجيك فيه تغرد فيه، خلنا خلص من بدري، ما عاد فيها. ابو منصور، انا بسالك سؤال، مايكك شغال وتاكد بعد، انا بسالك سؤال، انا بعد ما ابي اكون بعد ضد عبد العزيز، انا بروح الريان وتصرف ريان، انت الان يا ريان، عبد العزيز مثلا ماخذ حصانه مستانس وصار في الجلسه بثر ويخرب الجلسه، انت ملزم انك تطلع الكلام هذا في الجلسه على هوا؟ ممكن يمسك عبد العزيز تحت الهوا وتكلم معه الكلام هذا بدون ما اتكلم على الهواء الجمهور يسمع، انت ايش رايك؟ ريان تجمعت علي إيه؟ ريان إيه؟ لا تحدني على قصاي عشان اعطيك رده فعل مهي بزينه بعدين يطلع اللوم علي انا، فهمت؟ هذه اشياء انا اشك ان شاء الله انها مهي في عز، اتمنى يا ليت يا رب العز ما يكون بهذا القالب او هذا الشكل. فيه كانوا متسابقين، والمشكله انهم كانوا جماهيريين، الجمهور هذا يمشي عليه كل شيء، يو الجمهور طيب سوي له سالفه، لا 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 سوي مسكين خلاص، يا عمري عمرك الله يخليكم ان شاء الله، تكفون تراكم قاعدين تخلون ننتج متسابقين كلهم يعني غلط، النتائج بعد البرنامج ايه، وش يسوي؟ يجي عند عبد الله الروقي، يدري ان عبد الله نفسيته تعبانه وانه دابلن كبده، يروح ذا عمرك يسوي حركة عشان عبد الله يسوي لي ردة فعل عشان أسوي نفسي كذا بعدين أكسب. أنا هنا أقول إن شاء الله أن عز كان أمس في نشوة الهاتريك اللي كان ثقيل شوي على بعض الناس، أنا آسف لك أخوي فحان، أنا يعني متألم الصراحة على 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 هذه السطوة القوية، ثلاثة هاتريك ثلاثة أسابيع ورا بعض، والرجال يتوج والرجال يدهن بالعود والرجال بيلبس بشت، ممكن انت تتوقع ان ريان يعني تنرفز من شيء هذا؟ لا ريان بعيدا، ريان كانت رد فعل طبيعيه، ريان انا اتوقع وناخذ ريان نساله ريان اذا هو جاهز عطناه على ابو منصور. تعرف الجمله هذيك اللي يقول انت لست سيء بس انهم يحاولون يخرجون اسوء ما فيك، وش هي العباره ذيك؟ يحاولون ان يستفيدون ريان صبحك الله بالخير، اسوء ما فيك بالنور، يا مرحبا وشلونك عساك طيب؟ بخير الله يعافيك. ريان نبي نسمع تعليقك قبل تروح مع ابو سحاب على المشهد اللي انت شفته، الفيديو عرضناه لك ونبي تعليقك على الشيء اللي انت شفته البارح، التصرف اللي من عبد العزيز.
شوف اول شيء التصرف مو من عبد العزيز الحاله حتى صوت ثواني صوت. ثواني ثواني عندنا ثواني بس احنا غير مداخلات اللي كل شويه يا اخي متعاون ابو سحاب والله يا متعاون يشكر الصوت عندي ولا عندك يشكر لا الصوت كويس بس صوت كويس بس نرفع السماعه اسلم يا ريان اقول على التصرف الامس كلهم غلطان الصوت هنا يا شباب رفعونا الصوت هنا ارفع الصوت عشان نسمع ريان يعني هذه الف باء الف باء ما مين قاعد تجهز هذا صوت تفضل يا ريان كيف الحال اسلم يا ريان مرحبا اول شيء على التصرف اللي البارح كله ارفع في صوت ورا يا ابو سحاب يا الرابع هارج ولا صوت والله يا اخو صل على محمد لا تضغط عليه زعلان دقيقه يا شيخ زعلان ما هو احنا اللي قاعدين نقطع السوالف يا ريان ترى مو بحنا اللي قاعدين نقطع جلستك يا ابن الحلال ترى مو بحنا الله يهديك شوف تعصب علينا ليش تحملونا احنا قاعدين نحاول يعني نمتص غضبكم شوي يعني احنا ما نبي يعني نستفزك عشان نطلع اسوأ ما فيك احنا ترى يعني شفت اللعبه الصفراء هذه تمام راح عبد الله الله يصلحه وجابها من ابو خمسه والله ما قعدت في البيت يمكن نص ساعه اخذتها وذبيتها ما ادري ايش مات الا والله العظيم يعني انا بروح انا اللي جايبها يعني طيب اسلم يا يا ريان تعليقك على الموضوع هذا اللي انت البارح شوف على موضوع البارح اسوي جلسه يا اخي انتم تشوفونه شيء زين يا ولد لا ولد يا محمد مسلم يا صوت هشام خله لج مضبوط بس بك نشاط بصوت شو يسوي يبدع بيت خرب اعطيك العافيه طيب يا ريان قل لا اله الا الله حق البارح شفنا تصرف من عبد العزيز لك الاحقيه تعلق الان ما هو عبد العزيز الحاله حتى مع سيف مع سيف يا سلام اثنينهم غلطانين حلو احنا جالسين في زاويه لا قمنا انت عاده ولا كل شيء جالسين في زاويه عندك 16000 لوكيشن روح لللوكيشن اللي انت تبغاه ترش ماء وتجي تجيب البطه وتحطها عند الكاميرات تجي تزعجنا اكلمك المره الاولى مطنش المره الثانيه مطنش المره الثالثه يعني انت على قولتهم مش تحترم مني فالموضوع يا طويل العمر كم مره تكلمنا جلسات لا يا عيال ما في تقطيع جلسات يا عيال ما في حركات بالجلسات زي يعني عبد العزيز متعمد ينرفزكم فوق بث ولا تحت بث لا مو متنرفز بس انه فرحان على كلامه هل هذا وقتها هو يشوف انه وقتها احنا ما نشوف انه وقتها طيب معك ابو سحاب هو فرحان لبه عبد العزيز فرحان على كلامه انه فرحان وانت فرحان له ولا زعلان اكيد اكيد انك فرحان طبعا طيب شوف ريان موقفك ومنظرك والحدث اللي صار انا عبد العزيز مخطي عندي مخطي لكن ما هو بحجم الخطا اللي طحت فيه انت والشباب منظرك كان سيء 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 لا اله الا الله مضبوط خليني بس اكمل كلام انت ما اتخذت نفس الموقف مع سيف ابدا لا لا سيف على طول بعد وابعد عن لا 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 سيف انتكلم لا 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 دقيقة كلمة وجالس دقيقة سيف أخذ لي الموية ورش موية عليكم قدام تمشي انت وزايد أول حاجة أنت متكلم فيه أنت و و و و و و والشباب اللي معك في الجلسة أنت وزايد تحديدا وهو بعد ما جاكم باقي ما جاكم هناك قدام يجيكم في الجلسة تلحقتوه وقلتوا هذا محتواه ولا عندي شيء ويعنيني الى اخره لين جاكم هو كبر السالفه حلو انت مضغوط دقيقه وين طيب المقطع بشوفه موجود المقطع فيه طلع لي اياه يوم تلحقناه انت تقول انت هارج فيه قدام يجي اورني اياه بشوف وريه اياه ولا نوريك اياه في جوالي تعال اوريك لا الحين طلع طيب طلع ما انت بحاشرنا دقيقه انا مو قصه حشر انت تقول كلام اثبت الكلام جيب لي على اثباتات يا عزيزي انت متكلم فيه وهو ما بعد جاء جلس في الجلسه اثبت لحظة لا ما تعطيني كلام زي كذا والله عزبت. انك هارج فيه لا تحارب بالله يا مسلم يا ريان يا ريان طلع المقصر احنا في معنى سلطانية لكن انت تحتمي مواقفة انت مضغوط لا توريني ضغطك يا ريان انا مضغط منك عبد الله حنا دارين حنا دارين انا مضغط منك انت مضغوط من عبد العزيز حجمك عبد العزيز انا ما احتاج ما بيني وبينك منافسه نجم اي وهذا المنافس اوكي انت خليته ابعد من منافس انت خليته تصفيه حسابات يا ريان مالك شغل خليته تصفيه حسابات مالك شغل فيها مالك شغل فيها هذا شغل كيف ممكن شغل من اجل اطلع منها موقفك سيء كنت مضغوط لا ما كنت مضغوط كنت مضغوط ومندي وشوايه وحنين والجمر وحالتك حاله طلعت بالمنظر السيء يا ريان كل اللي جمعتهم في اليومين اللي طافت خسرتهم جمعت لك 17 ونثرتهم نثر ليه يا ريان حرام عليك الحصان تسوي زي كذا بعدين ليش تشبه في موضوع حاتم
هذول جمهور عز الحالم يكفون بعضهم الحالم، وللعلم انت ما تدري وانا اعتبر ما معك جوال، جمهور حاتم الكرام اللي كل ما جاء موقف وقفوا فيه كانوا واقفين معك، بس انت ما تستاهل اللي يوقف معك. خلاصه عرض لي مقطع، عرض لي مقطع بعد خلاص مقطع حاتم. لحظه مخ جمهور دقيقه يا ريال، ثواني قبل لا تعرض مقطع خلني ارد عليه. لا ما توجهني انا، انت قبل شوي ما رديت تقول اعرض مقطع والحين تقول ابرد عليه. يا الله اعرض المقطع. اسمع قل له اهلي صل على محمد. اول شيء احنا في الكوفيش الروم ماني فاضي طلع منكم كلها عرض مقاطع، انت تدري ايش سويت وحنا نتابع امام شاشه. يا سلام، وانا بقول كلام انت ما قلته، وانت وتشيل الليله كلها. كيف ما قولت كلام ما قلته؟ لا انت تقول كلام ما قلته. والله انك متكلم فيه ما بعد جلس معكم. لا مسلم، هذا حلف، حلف ربي. والله والله العظيم انك متحلف بالله. طيب حلفي ما يصدق حلفنا، ما عليك لا تشيل هم، لا تشيل هم، ما يصدق ما يصدق. اي والله حلفنا في موضوع نواف ما يصدق وفي حب مش عارف. ها طيب مشي الليله، مشي الليله، مشي الليله. ما صدق. أما أنت ضيق عليك عبد العزيز سري زرير ذوبك في جلسة، في جلسة ضغط الضغط هذا، جيت انفجرت وقمت من الجلسة. ليه تقول؟ صح عليك يا أخوي بليهان، لا تقوم لا تقوم لا تقوم. صح صح غيرك يروح وانت جالس. أنت ريان، أنا حاطك في المناظرين، الحين حطيتك في الهاربين، حطيتك في الضايعين، حطيتك في المقيمين الذين ما يعرفون حقهم. فشلتني وفشل جمهورك، ما يصير كذا. جاك نفس النظام. معليش رجال، رجال اطلع يا سيف، سيف سيف دقيقة 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 دقيقة. ما ينفع سيف، ما ينفع يا شيخ، ما ينفع كذا. دقيقة، أول شيء أول شيء أي متسابق يدخل كوفيش الروم ما هو الكوفيش الروم له بيخصم عليه رجاءً. هذا رجال موجود، دقيقة، رجال موجود له لسان ويقدر يدافع عن نفسه. مسألة نظام الفزعات وعشان ترد على ما فيه، أنتم فاضحين عمالكم على الهواء، تجوا ترقعونه في الكوفيش الروم. خرب على أخوي، والله العظيم يا أخي. بعدين سيف، أنت قبل فترة طلبتنا، يوم جبناك مشيت. وش عندك جاي؟ هذا مش ردك فيك على كلام، على كلام ريان قبل شوي. ما في رد، عبد الله عطاه الصادي، عطاه الصدق، عطاه من الاخير، من الاخير. هذا اللي حصل يا والله. نذرت نفسي لله، نذرت عطوني نفسي. عطوني عبد العزيز الاسلمي في الكوفيش الروم، جيبوا لي عبد العزيز الاسلمي. عطوني عبد العزيز الاسلمي، جيبوا عبد العزيز الاسلمي. يردوا لي ريان. لا لا بنشوف احنا على وش يعني متسابقين يجي على الهواء يناقض نفسه في الكوفيش الروم، يناقض يعني يبيع خويه هواء. ولا جبت في الكوفيش الروم قلت ليه جاك ذاك وحط معه وقال يلا شيل الليلة عشان تصميم شيله. يا اخوان لا تنقضون عمالكم، ابو عبد الله انا عندي عندي لا لا بيجي عبد العزيز الاسلمي. عندي طلب اذا سمحتوا لي يا اخوان، انا عندي طلب. كم رقم الاشتراك؟ 05. طيب شوف يا طويل العمر، انا عندي والله يعني رغبه، وانتم عاد اهل التحقيق ها، وانتم عاد قائد الفقره عبد الرحمن تعد عليك. انا ارى وجهه نظري ايه انه يحرم الان ريان من تكمله المداخله في الكوفيش الروم بسبب دخول سيف عليه. واي شخص يدخل على شخص طالبينه في الكوفيش الروم سواء فزعه ولا ما ادري صفه، يا رجال والله العظيم انكم اكذيتونا في موضوع الخوه اللي انتم كل شوي داخلين صفه لا 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 لا، وبالنهايه تطلعون وبالنهايه تبيعون بعضكم. لا اللي هنا يسلق ولا اللي برا، كل اللي هنا يبيع واللي برا يبيع. فانا وجهه نظري ابو انه ما عاد يدخل معنا حد في الكوفيش الروم. يعني خرب الان ريان، خرب عليه سيف، يتحمل سيف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واللي يدخل علينا هنا في المسرح انا طالب قصر. دقيقه خلهم يبيض وجههم، خليه يحطونها. ما عندهم غير الشغلتين هذه، يجيبون قهوه ويخشوا في الفجر. عندهم غيره؟ دقيقه اسمع، انا واقف لو سحاب انت متي بشاري الذمه تجيب هذه وانا اخوك، والله ما تشتري ذمتي بس اروح. والله انها لا انت حبيبي، لا بيض الله وجهك. الله يسلمك، روح روح سلم. يا شباب يا شباب، دقيقه 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 يا شباب، ما نسمح لك. لا ما نسمح لك. سيف سيف تكلم سيف، انا اطالب بالاستعاده. ما عيال عيال اقبل بلا هدوء هدوء. منصور ارجعوا للفش الروم. دقيقة يا ابو سحاب، ابو سحاب، ابو سحاب خويك ما يدخل، يا ابو سحاب ما يدخل. اسمعني يا عيال، غلط كذا يا عيال. خلصت دقيقة اللي عندك انا ارد عليك. ما اختلفنا، ترجع ترجع يا ريال. نسمع من مداح، نسمع من مداح. دقيقة الكلام ممكن دقيقة، ممكن دقيقة. طيب اسمع، ما بك تقول لي خاطر، انا بقول لك عندي. الله مسا اسلم اسلم. انا جاي طيب انا مخطي جايه بتعذر. طيب ما بس اسمع 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 دقيقه، تعال تعال دقيقه يا ابو سحاب. ما في وقت، ابو سحاب ابو سحاب لحظه، ترك 16 ساعه وجيت تتعذر في الدقيقه حقتك. هذا خطا كبير يا اخوان. ابو سحاب دقيقه، قله ادب. انا بعلق على الموضوع هذا، بعلق على الموضوع هذا. دقيقه يا ابو محمد، اول شيء محمد عيسى بدل ما تتكي في المكتب تناظر في الكمبيوتر والجوال، اضبط المتسابقين. الشيء الاخر، دقيقه يا ابو سحاب، الشيء الاخر لا يعتقد سيف ولا ريان منظرهم هذا انه والله قدام الجمهور. اذا انت تقدر خويك قدره على الهواء،
إذا أنت تشوف إن إنك مخطئ على خويك اعتذر منه على الهواء، لا تجي تكشخ عليه في بدون تحيز. أنتم تبيعون أنفسكم وأنتم مع بعض سيئين جداً، وتجين هنا تطلع منظر أني أنا اللي مع خشمك. لا تجيني في الكبش الروم باقتحام. سيف أنت ريان له لسان يا أخي، ولا راح أسمح لأحد يتعدى لا على فقرة ولا على كبش الروم. لكن الإدارة إذا ما فيها انضباط لاحترام الفقرات وانضباطها، احنا بنشوف لنا حل يا اخي. متسابق يدخل عليه في اللوكيشن ما في اي احد موجود يرد المتسابق، اضبط المتسابقين بدل الكمبيوتر اللي قاعد طقطق عليه. محمد عيسى لا، لازم يتخذ معيش بداح، لازم يتخذ في حق الاثنين. عطني عبد العزيز الاسلمي، لازم يتخذ في حق الاثنين هذا الاجراء. اذا ما اتخذ كذا معناته ما اقدر اقتحامهم للفقره يكون عليه اجراء. هذه انت وانت يا رجل متسابق. دقيقه متسابق هارب ابو سحاب جاب جميع الادله، ما اتخذ فيه قرار. تبي تتخذ قرار في اقتحام لوكيشن او فقره؟ بعدين هم لا تعليق. عطني عبد العزيز الاسلمي ترى حتى فتحت الباب ما يعطينا امان. يعني انا كذا ما اقدر انتقد محمد مناحي، بيجي يبطني هنا على الطاوله. عطني بعد اذنكم بهرج مع عبد العزيز. لازم حمايه بعد اذنكم بهرج. عبد العزيز صباح الخير. صباح النور يا مرحبا ومسهلا. ارفع ارفع مايكك يا عبد العزيز، ترى كثير ده. صباح النور يا مرحبا ومسهلا. عبد العزيز كيف حالك؟ طيب الحمد لله. خذ مني اسمع والعاد بعيد عليك الكلام. انت ماشي صح ولا عليك من احد، وباذن الله النجم الجمهور انت. انت من تستحق الكاميرا والكاميرا تستحقك انت، وانت من يستاهل الجمهور والجمهور يستاهلك انت. سلام عليك. بس على طول صدقت انت السالفه، استانست. تفضل ابو منصور يا بعد. وش اللي تفضل يا بعد حي؟ الله يرضى عليك. انت صدقت كلام عبد الله؟ انا قلت المقلب ابلي عبد الله. على اخوياك ابلي عبد الله. انا حاطط على اخوياك. لا قل له انا ادري اني صح. طيب مو بالله يعطيك العافيه استانست. بس شيء مو غريب يعني علي انا كذا رديت. ما ادري هل انتم ما بعد فهمتوا؟ حسبي الله على عدوك. حطه في الفخ. تفضل يعطيك العافيه يا عزوز. الله يعافيك. اتمنى انه خلاص صرت واجد كثير ترى، والله كثير. المفروض ما جيت حتى الكفج الروم. تعبتكم صح؟ والله المفروض ما جيت الكفج الروم. عندنا محاور واجد عز. مبروك الحصانه وخلوه يمشي خلاص. وش اللي بنقول؟ لا تعليقك على تصرفه مع ريان. انا سمعنا من ريان. ايه في عبد العزيز. انا علمتك. انا الرجل انا ننصف بعد انا اي بالضبط. انا الرجل اشوف انه منتهي امس كان بعد الانتصار والهاتريك يعني حسم الامر مع ولا وجاي. اتوقع ان الجاي بعد اللي عنده في خاطره تنافس غير فيحان. طبعا فيحان خلاص، غير فيحان اللي بينافس يجي عند فيحان. قفل ملف. اي قفل ملف على طول. اعطى ثلاثه يعني حتى مو بجولتين، ثلاث جولات. يعطيك العافيه. التحدي تستاهل ان شاء الله. بقدم لك هديه اتمنى انها تقبل. انا حطيتها لكم اثنين قبل، حطيت تحدي يعني في تويتر، لكن انت خذيتها امس ودخل برايم وانتصرت عليه. يا عزو تستاهل. بقدم لك هديه بحكم انك مشجع هلالي صميم، وفرحه امس كانت عارمه. فانا بقدم لك هديه تيشيرت نادي الهلال ان شاء الله، بجيبها لك الايام الجايه باذن الله. تستاهل واتمنى انك تقبلها استاذ عز. طيب ابو عبد الله، الان احنا جبنا ريان وتكلمنا في الموضوع. عبد العزيز التصرف اللي تصرفه البارح، انا دقيقه خليني اوضح لك السؤال عشان يكون واضح. انا اعلم من عبد العزيز. يا عبد العزيز تفضل. ان جاي في الكوفيش الروم مداخله معنا مو بتقهوه. انا ما ابغاه، ما احتاجه. لا ما احتاجه خلاص كذا. حتى انا ما احتاجه. اقطع عليه البث. لا لا لازم تكون محترم شوي يا عبد العزيز. المتسابق يدخل هنا هو جايب يعني لا تعليق، علامه استفهام. ابو عبد الله انا بسالك سؤال. عبد العزيز ابو منصور يقول نشوه الحصانة لا نختلف، لكن هل من الأصح أني أنا مثل الفرحة هذه بعد خروج أخوياي واثنين وكانت صدمة يعني اثنين في ليلة واحدة وطالعين، ليش ما أحترم عبد العزيز مشاعر إخوانه اللي طالعين ومشاعر إخوانه المتسابقين اللي في الجلسة كانوا حزينين على خروج المتسابقين؟ التصرف هذا يعني لا في حق أخوياه اللي برا ولا اللي داخل. تعليقك على الموضوع هذا. تكلمت عن شيء حلو داح. تقول ما أحترم. ايه يعني انت الان تسال عن عدم احترامه. نعم في عدم احترام. صح ولا لا؟ نعم. هو ما احترم الشاشه، ما احترم المشاهدين، ما احترم اللي يتابعون. ما ابغى صعد الموضوع اكثر. هو جاء هنا عندنا في الكونفشن روم وطلع كذاب، تمام. فهو ما احترم حتى الناس الجميع. ما احترم احد. فلا تقول لي امس هو ما احترم اثنين. هو ما احترم نفسه، ما احترم الناس، ما احترم. فانا ما اعلق على واحد زي كذا خلاص. أنا أكتفي بس. طيب نكتفي بالتعليق بأن عبد العزيز احرص على أخوياك هم الباقون بعد البرنامج، وإن شاء الله أنك تفهم.
المحور طبعا الرابع نبي نتخطاه. سالم، المحور الخامس سالم بن عبد الله وخالد بن عبيد. طبعا في اشكاليه بينهم تحت البث، لكن خالد طلعها على البث في اعتراف منه وتسبب في غياب سالم بن عبد الله عن المطبخ لان خالد في المطبخ. عرفت؟ عرضوا لي المقطع لاخر مقطع اللي هو مقطع سالم مع عبد الله وخالد، عرضوه لنا عشان الصوره تكون واضحه للجميع وكلام خالد فيها بشكل سريع. حدثت مشكله بالامس بينك وبين احد الاصحاب في ظل برايم تحت الهواء وجاء تشابك بالايادي، ما السبب وهل تستطيع ان تفصح عن اسم المتسابق؟ كان بيني وبين سالم عبد الله وانا ما عندي شيء اخفيه ولهذا السبب ما جاء اليوم. طيب بمصور تعليقك. والله ما ودنا نحلف بس والله قسم بالله انا اتوقع انه حدث شو مستحيل تعبنا من الاحداث يا منصور. كل سالم حدث الا انا الا سالم. طلعوا سالم من مشاكلكم دي. والله يا سالم ما يدخل في احد ولا والله ما يمد ايده على واحد من اخويا. سالم ذا بليها الحصان، حصان النسخه صدق. والله ما يشتبك مع زميله ولا اخوه اللي 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 كلا وشرب معه. هذه يعني حطيتوها في راس سالم، وحتى سالم لو يجي الحين بيقول وليش غاب سالم عن المطبخ عشان خالد. سالم الله يستر، حافظوا على سالم. سالم ترى ها اذا ما قال بنسحب ولا بيطلع اندبل تكسر. حافظوا على سالمكم لا يلحق سالمنا. حافظوا على سالمكم لا يلحق سالمنا. هذه فعلا سالم واحد يكفي ها. هذا المانجيت عبد الله ختم الموضوع. ابو عبد الله ما شاء الله. شوف ابو عبد الله، شوف اول شيء هل خالد يبحث عن شو ولا فعلا حقيقه؟ شوف اول شيء ترى لكل انسان طاقه وقدره استحماليه، ترى حتى المكاين والمعدات يعني ابو منصور كان في يعني قريب من الشركه في لود في حمل معين على المعده وهي معده، فما بالك انسان. هذا انسان عنده حمل يقدر يتحمل لمت معين وبعدين يوقف ينفجر. ريان استحمل لين انفجر. سالم اذا كان انا لمحته امس لما طلب عادل بن هيف من خالد شيله، خالد كان مشطر يوم طلب منه استحلى يطلع بصوره انه بعيد فحاول يقرب، يوم قرب كان هباس وما ادري سالم جالسين فصار بينه وبينهم كرسيين. انا استغربت يعني بعد هذا بشيل بجي جنب اخوياي ابجي ابتوسطهم صح عشان تجي الصوره، فممكن يكون احنا ما ادري نسال سالم الان، لكن انا اقول اذا كان صحيح صار بينهم شيء فسالم اللي كنا نقول انه يبطي ما ينفجر ترى اذا انفجر سالم. طيب اذا سالم موجود سالمكم لا يلحق سالمنا صدق. اذا سالم موجود عطونا سالم، نبي ناخذ منه الموقف بما ان خالد تكلم وقال بين بينه اشكاليه. ابو سحاب عندك سالم. سالم صباح الخير. صباح النور يا طلعت صباح السعيد هرحه. شبكت. سبحان من اعطاك القبول جعلني مخلما وتستاهل ولكن انا ادري انك ما تهاوشت جعل امرك طويل. صحيح؟ اي والله ما تهاوشت معه. وليش خالد قال كذا؟ الطيبين يمزحون على الطيبين عادي. ما في مزح. انا اقول ليش قال كذا؟ انا اعلمك ليش قال كذا. تهاوش اللي مع واحد بس ما هو مثل شرواك يشيل الحموله الثقال فحطها لي. انا جملها بس. شرف سعاده. سالم حضورك جميل، انت متاثر بخروج ناصر بن قمره وناصر عزيز علينا كلنا مو بعلك لحالك، لكن سالم انت عندك شيء كثير تقدمه محبوب على الشاشه. خالد عبيد كذلك، انا تمنيت ان خالد موجود بس خالد تتشينه كان جميل. ما عندي والله تعليق، انا ماني مصدق الهوشه اللي بينك انت وخالد حتى لو صارت قدام عيني ماني بشيء. عساني ما خالد. لذلك ال 200 اللي عندي 100 لك و100 لخالد. استاهل استاهل يستاهل. الميتين الميتين لناصر عطيت 200 شو اسمه عطيت 100 لسالم و100 الحين انا معطيك محور تحقق فيه تروح تعطيه 200 خلاص صل على هذه محل 200 هذا خشم وهذا عين والله لو يتهاوشون قدامي لكذب يعني. خالد دقيقه سؤال، هل خالد اختار يعني الشخص الغير مناسب اللي يكون هاوش؟ اعطاه تحليل عبد الله حلو. هو تهاوش خالد ممكن تهاوش مع احد حلو بس مو بسالم واخوياه شافوا ممكن. انا اقول لك ممكن مو باكيد بس ما هو بسالم. يوم ان حشره عيران حطها في سالم، سالم ما هو بضايق منها وبيروح يمكن وجمل ويشيلها وخوي. طيب سالم بسالك سؤال، المنافسه الشعريه في النسخه هذه كانت بين 5 اذا انا ما نسيت، غادرها 2 بقى 3. الله الله. هل سالم المنافسين يتساقطون من يمينه ويساره له هدف
جايز له يعني جايز له والله كل شاعر عنده هدف لأن أنا أذكر في منافسة قوية جدا بينك وبين عيفان وتلاشت حسمها في الجاهلية تلاشت من حسم هذه المنافسة اللي حسمها من هو حسموها المبدعين أنا وعيفان كلكم حسمتوها لا لا عندك عندك يا أبو منصور على كيف الكفة ما مالت على حد كلهم على كيف أنت انسحبت يا بتعيد التحدي أبا أقول لك اسمع قول لا لا بتعيد التحدي حب وكرامة قلنا يلا بدينا بسم الله أبا أقول أما من يوم بدت لهذا الحين والله أقول لك عيب أنا كان وش يقول كان عقب قال خلوها مخلينا طيب يمكن ابن خشمان جاء وكل الجو عليهم اثنين ابن خشمان بعد سمح ابن خشمان الربع شوي عندهم عباده ظاهر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يضر شعار طفشوا ما عاد يبون الا السلامه والستر وعيبان شوف ممكن اعلق تفضل مع احترامي لابن خشمان ابن خشمان مهب يمكم راقد طفا لا سوي هوا واموره التنافس بينك وبين عيفان تنافس شعري تنافس شريف نتمنى انه يثري الشاشه يثري المتابع يثري المشاهد امامكم مساحه كبيره شعريا في التنافس في تقديم النصوص في التدشينات في المحاورات في الرديات في امور كثيره محمد منصور كلامه تشجيعا لك وتأكيدا على شعرية عيفان وعلى شعريتك انت من الوزن الثقيل داخل على ما تطلع لكن انت منافس شرس وشريف اظهر ما في جعبتك يعني ما خلص ولعت تقطع لي مره ثانيه تتفاهم انا وياك انا دريت اني احبك ما عليك من محمد منصور ولا من عيفان انت اشعر منهم ولا انت بشعر مني وروح وفاك كذا ما انت مضبوط اسمع يا بوس خليني اسولف عيفان مبدع وجزل دقيقة سالح خليني تربع دقيقة اسلم شرب السعادة اسلم انا اسمعكم تربع ولا واقف عادي اسلم روح عفان مبدع وجزل والله العظيم انه من خيرة اللي يعني واصلة الشهادة ذي من شعار كبار اصلا يا سالم خالصين منها لا الشهادة مني تعنيها الشيء الكثير خلي اقول لك يقطر دمها خلي اقول لك مبدع وجزل ولا من تساقلنا مساق الحصن طيب لا انت دبرت سؤال اخير بالله اذا خلصت بحول اذا خلصت تفضل ذبحت القصه سالم انت من قضى على هذه القصه واذا قلت خليت المجال لغيري عادي الفريس وهم فريس يقول خل وش يقول لو انكبني من المليون وش يقول ما بي اقطع ارزاق خلق الله لا سالم ذبحت القصه ذبحتوها قلت له بيتين لا وش هي قلت قصيدي اذا سمح لي ابو شوي اسلم عادي هي عادي قلت قصيدي يلا قلها قصيدي عبرت بشهرته من وراء الافاق هذه من المنازحات اللي بيني بشوي اسلم لا تبرر قصيدي عبرت بشهرته من وراء الافاق وقصيدي من الفحيحين نشاطي الراحة احد في قصيدي يملك الروح ولا اعناق واحد في قصيدي ما ملكوت باسمه الله يا اخواني كملوا نبغى تنافس انا اعدكم كشعار اذا بقش اخر شعار في النسخه باذن الله انه بيتم تخصيص جائزه يتنافسون عليها باسم شاعر النسخه لكن اعطونا عماركم شدوا حيلكم شوي نبغى منافسه نبغى رديات مو بشرط محاوره اوكي يعني بعض الشباب او بعض الجمهور مو متقبل رديات تحديات انعشوا النسخه يا اخوان اتمنى سالم انك ما تيأس سالم انت مكسب انت من مشاريع القناه برنامج شعري جاي انت احد يعني نجوم الشعر في برامج الواقع انا اصلا كشخصيه طيبه وفيك من الطيب وفيك من الطناخه الشيء الواجب الله يوفقك يا حبيبي الميتين لك كلها جعلني بعد اي محظك يا سالم شهادتكم والله على سالم ما خلص يا ابو عربي يوفق ارحب يا حلو الرجال هذا حلوه يا ري استانسنا عليه يا ولد سالم وش رايك في الحب الحب جنه وش كتبت في الحب الحب ما هو بعيب ولا حرام مشاعر منها مدري ترتوي هذه من ضمن قصائد يا حبيبي عطني قصيده عطني قصيده لا تتذبح على السالفه بيت بعد فيها اكبر من الباص ما ادري ايش يقول الحب ما هو بعيب ولا حرام مشاعر مدري منها المشاعر ترتوي ايه اللي مدري وين انا مدري ما الام الهام والله مدري مفطيه من اسمع علي بما اجيب انك لا تعرفه ولا يعرفك ابو عبد الله تعليق اخير ان ارتحنا له في الكوفيش الروم تعليق اخير انا سالم شخص جميل انا اقدره بامانه سالم مميز خلوق يعني هذا مثال المتسابق اللي نقول جاء
جاي يمثل أهله وقبيلته وعائلته، خير تمثيل، سمة خلق عالية، منطوق وافي، قدر وشيم الخوة، قدر وشيم العاملين، قدر وشيم الناس اللي معه في القناة صغير وكبير. هو وخالد بأمانة اثنين، خالد عبيد وخالد ثلاثة، وخالد الروضي نعم والله، خالد عبيد ما دام خالد عبيد خلوه يتكلم عن نفسه، وسالم بأمانة الثلاثة ذولا يعني، ولا هو قصرهم بس انهم بينوا لنا شيء. هذا خالد عبيد اللي اليوم خالد احنا قلنا يعني خلها عندي. خالد من سمح لك تدخل كفش الروم؟ انا سامح له يا ابو. انت متسابق مثلك مثله. لا من سمح لك يا خالد بتخرب بتخرب يا عبد الله. انت يا سالم معنا كنت كويس الى اللحظه دي خربت. والله احنا ناويين نسمع. خربتها يا سالم. لبيه والله احنا ناويين ناخذ رقم جوالك والنادي كله لهنيه. يا شباب 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 شو اذا سمحت لي بدا انا بلا قبلها كلها اقطع الهواء عليهم. اقطع الهواء. شكرا لكم. نسحب نسخه اقتل الموت. والله يا جد امانه امانه اللي يصلحونه الشباب ترى والله شيء محزن. يعني لما نتيح فرصه لزميلك لا تدخل عليه يعني. لا يا جماعه بينت قوتكم يعني. الان خالد كانه يقول ترى ما في هوش. عموما عموما انا كنت والله ناوي اعطي ذا 100 وذا 100. حرام يا خالد. خالد حرام دح. يلا يلا حط على اجل على ساقه على ساقه عبد الله. نمشي 100 100 لكل واحد منهم. عندي تعليق اخير. جبر المداريه هذا الاسم جنتل جنتل نسخه جنتل. ترى جبر حصل على لقب جنتل النسخه. لقب جديد؟ لا 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 موجود حصل عليه. اقول جديد يعني جا لا لا في جنتل. ايه في عندنا لقب اسمه جنتل. خابر يدري إيه حصل على جنتل النسخه. ابن المدلل. اي نعم تعطونا الحين. جبر مميز. فقرتك رائعه حبيتها اليوم. شكرا. حرمت اللقاء لانه كان في تسريب معلومات وفضحوا لك الشو. 5000 اخذها. أنا كان قرار جريء منه صراحه. قرار جريء. انا اقول بيض الله وجهك المقدم اللي يحتذي حذو جبر ويعرف يسوي كنترول على فقرته ولا بلاش. اوه يخرب بيت التصعيد. دعم حتى برا نسخته. والله لا تدعم والله جنتل. لا تقول لي حق جنتل شيء. يدي 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 بس لا لا هذا انا جنتاويه. وش فيك فقرتك مقيله. فقرتك يا رجال مكشوفه ابو حبيبي ابو هذا ولا محازم السعد ابو منصور الله يوفقه. جبر اليوم كان حلقتين قبل كانت تسرب معلومات ممن انا لا اعلم في الشيء هذا من المتسابقين. ممكن اهلهم يعطونهم خبر. اليوم اتخذ جبر قرار وانا اشكره لانه جريء فيه. قال تسريب يلا اهل ما فيه فمال الله وخاصه من يوم فهمت من يوم فيشكر جبر على النقطه هذه وعلى على على حتى الافكار اللي استحدثها. ترى كل فقره بفكره جديده فيشكر عليها. ابو راجح انا من عاده متسابق والله وانا اقولها كلمه حق. هذا الرجل باذن اللي ما تنام عينه في المستقبل القريب من نجوم الاعلام اذا اجتهد وركز على نفسه من ناحيه اشياء يمكن ناقشنا فيها تحت الهواء كماليه. هو جاهز ما شاء الله. لا 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 يعني حضور كاريزما كل شيء مكتمل. جبر فرصه وجاتك والذيب شرواك هو اللي يقنصها مو بيخليها تروح. الله يوفق ابو راجح ومن خيره من خيره النجوم والشباب اللي احنا عرفناه. لكن ارجع النقطه مهمه في بدون تحيز نحن من نتحمل مسؤوليه هذا اللي قاعد يصير الان. خالد ما كان نقدر نجيبه الا اذا كان هوشه وهذا شيء مو صحيح من المعدين عندنا في الفقره. اتمنى انهم يضيفون لنا بعض الاشياء من ناحيه مو بلازم يا اخي اجي كوفيتش الروم عشان هوشه. طيب هو يتكلم يا اخي خليني بعد ادري ادري نتجاوز خلاص يعني ما عاد طق في الميت حرام. هذا خامس فقرة يعني ورا بعض نتكلم عن المشاكل بينكم. خلاص يا أخي كيفكم في حريقة. هذا الشيء ما يخلينا نفوت بعض الأشياء الجميلة في هذه النسخة. أتمنى لو محور واحد أوكي إحنا ما إحنا جينا ننصح ولا إحنا وعاظ إحنا نقاد ولكن أيضا يعني دورونا لو محور واحد كل يوم عن بعض الأشياء الجميلة عن بعض الناس اللي قاعدين يقدمون شيء كويس. يعني لا تحدونهم على أن لازم يتمشكل. يعني خالد مع عيفان أتوقع بطلع بدون تحيز. كيف تطلع؟ أيوة خوية. يا سلام يا الربع مو بهذا العشر يا مال الشحم ذب الريع ارفعوا بعض الأشياء والله ما هي بزينة. يعني نتحمل نسبة ولكن نسبة أكبر عليكم. لا تطلع بشكل مو بزين. تكفى يا أخوي تكفى. انت مركز ممكن هذه غلطه. والله احنا قاعدين نتعاون ونحن نتالم على هذه النسخه من ناحيه تقصير في اشياء واجد. وترى والله انكم تسببون علينا بعد. انتم نتكلم على الاداره ونتناقش على ذولا ونقاط احنا نبغى بعد نكمل. ساعدونا ارجوكم منصور. ترى ليش قولي ايه؟ قولي ليش ما استضفت خالد وجبته اليوم؟ ترى خالد مر رباص يقول استضيفوني. انا تعمدت اجيب سالم عبد الله عشان يوضح الصوره لاني ادري ان خالد
هو مر المعلومة هذه يبغى استضافة لكوفيش الروم، لكن على قولة منصور ما عاد أي هوشة ما عاد مستضيفينكم فيها. والله أي والله. شكرا. كيفكم؟ شكرا سكريبت اثنين. نعم. فهمت علي؟ شلتوا الحمل. شكرا سكريبت اثنين. ما عاد نقول البرنامج هذا البرنامج وهذا فعلكم وهذا شغل يديكم، ما بين هوشات وما بين بيعات وما بين تصفيات، أموركم ما هي واضحة. طيب بخصوص النقاط، أنت أعطيت نقاطك من؟ سالم. أنا أعطيت سالم 100 وخالد عبيد 100. إيه. بقي لي 1000 صح؟ بقي لي 1000 في الأسبوع. بقي لي 5 أيام من 200 صح؟ هي. الجيات. خلاص خلوها الجيات. لا ما في الجيات. أنت 1000 كلها ما صوت بها؟ لا هي بالجاي من الاثنين للسبت. ايه الالف الباقية كلها النواف منصور. يستاهل. سجلوها عندكم النواف منصور. يستاهل. طيب ابو عبد الله نقاط. انا كانت من اول بهون بس ابو اسحاب حدني 100 سالم 100 خالد. ابو منصور نقاطك. نقاطي اعطيها سالم يعني بغض النظر عن اللي حصل في ختام نقاط امس 200 سم؟ لأن النقاط أمس 200 عبد الله ما أخذناها. والله معنا إن ما جينا يعني. يعني كان حقة أمس؟ إيه مفضل في 200. أنا عندش من نقاط. سيارهم تسدح عندهم ربع ساعة. طيب يلا سبحان من رد طيب. رد الخيل. في النهاية اللي منظر اللي حصل قبل شوي. لا والله تعطيه سالم والله ما تعود فيه. لا لا معطيه سالم. لا أنا بس عشان في الختام يعني تعريف سريع على ما حصل. سيف الهاجري. ما هي بالهقوة والله ما هي بالهقوة سيف ترك فنان والله حتى فيه روح الفنان يا أخوان عبد الله الروقي يعني لا تخلينا نندم على أن حنا أشدنا سيف هدى أبوي أدري الضغط أدري كل شيء يحصل يعني شيء خارج إرادتكم لكن أتمنى التماسك أخوياكم الكبار كبار النسخة يحاولون يعدون الأمور على خير يأتي من بعيد شخص يخرب كل شيء ما يصلح المنظر اللي حصل قبل شوي كان منظر مؤسف جدا بتعاقبون عليه عقاب انا اتوقع من الان البرايم لازم يكون احد الاثنين هذول كلهم موجودين ضبط النفس ضبط النفس ضبط وترى محمد عيسى عبد الله قبل شوي عرج على موضوع محمد عيسى ترى الان حط ايد على النسخه قبل كان هو غير مسؤول الان من اليوم صاعد يا محمد ترى بتحاسب لا كان فيه ازدواجيه الان كل واحد يعرف عمله بالضبط محمد عيسى الان يعتبر هو المسؤول ورقم واحد عن فريق الاعداد كله هو مدير الاعداد من اليوم رايح يا محمد ستحاسب على كل شيء والله يعدي الليالي على خير طيب ابي اخذ توقعاتكم اليوم عندنا اعلان الهوست لهذا الاسبوع اتمنى خالد انا ابو منصور اتمنى تتوقع خالد. من اتمنى انه مو بنجوم جماهيريه من يعني يا رب ما يكون عز يا رب ما يكون عيفان يا رب ما يكون ريان يا رب ما يكون فيحان يا رب ما يكون اتمنى ناس اللي تحت الظل اللي بداوا يبرزون مثل خالد اتمنى انه خالد الروقي يا رب طيب ابو سحاب خالد الروقي كفو وعنده جمهوره وحنا اعتزينا باسم ابو منصور بجمهوره واقع اللي ما عمره خذلنا في اي حد فأنا أتوقع أن الجمهور حط بصمته واختار خالد ظني يا رب وظني في الله طيب فإن شاء الله أن خالد غير صورة أكيد لا جمهور بعد خالد بس أنا أقصد أن اللي توهم يبرزون الآن إيه؟ وهذه كانت إضافة تحسب بدون تحيز إبداع حلت إيه؟ في استضافته ويعني ونقاشنا كان معه جميل جدا الله يوفقه فعلا يستاهل أمانة أبو عبد الله عطني اسم توقع لهوست الأسبوع والله يشوف خالد الروقي قلب الموازين يا رب خالد قلب الموازين اتوقع خالد واتمنى نواف منصور يستاهل نواف انا الامانه اتوقع خالد واتمنى نواف منصور السبب طيب. نواف منصور ابغى يجيب لنا منتج جديد ابغى ملياردير غني لا مليونير انا حاب اقول توقعاتكم خاطئه ما صابت لان ها من مو على كيفك انا اللي بعلن مو على كيفك انت وش يقول لا خلاص ابيعك هوا مش على بيعك هوا عيسى شوفوا توقعاتكم كلكم قلتوا خالد صح انا متوقع انا توقع وامنيه طيب انا الامانه من الناس اللي توقعت وتمنيت ان خالد ليش لانه كان متفاعل لكن الجمهور دائما ما ينصف الجمهور من الجمهور ما ينصف من عطى والله يقطع طريقتهم الشخص اللي حصل على هوست هذا الاسبوع فعلا اذا كان بين المتسابقين كلهم ويستحق انه يكون الهوست ففعلا هو يستحق لأنه أبدع وتألق وكان حاضر وما كان يتكلم في القفا ولا كان يحضر يغيب عن الفقرات ولا يغيب عن لا حاضر في كل
مكان، لأنه فعلا يستحق. النجم اللي من بداية البرنامج لهذا اليوم وهو يتألق يوم بعد يوم اللي هو خالد الراقي. حجة حجة خالد الراقي حجة بعدي ألف مبروك. استاهل 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 أبو جديع استاهل أبو جديع. مبروك مبروك يا الخلدي. اتمنى باذن الله انها يكون اسبوع جميل. خالد فريق دعمه لا تكلفون واجد، حضوره فقط وافكار اللي بيطبقها وبيسمح له الوقت والكاميرات كلها معاك باذن الله انها تكون وافيه. لا تكلفون، لا تسوون اشياء خارج ال شفيك هدمت المتعه شفيك هدمت المتعه. لا بس والله العظيم اني صادق، انا ما ابغاهم يعني في دخول تكاليف زياده ولا شيء. ما انا حاب خالد بطريقته بكاركترات اللي بيسويها، اتوقع انه بينجح وهذا يكفي. هو المتسابق الوحيد اللي عاش قصه من بدايه البرنامج لهذا اليوم، تزوج وجاله ولد وسوى تمايم فنان خالد يستاهل. طيب اكتشافنا هذا. عندنا وكيلة الجمهور، اعطونا اسم وكيلة الجمهور لهذا الاسبوع. عندك تعليق؟ عندي طلب، في ناس يسألوني عن وكيلة الجمهور. طيب نعلنها الان وكيلة الجمهور. لا لا اذا كان فريق دعمه لا، كيف اخذين وكيلة الجمهور؟ ما في طيب. ما لك علاقه ولا يا ابن الحلال. لا عندك ابداع. انا الله مالك علاقه مالك علاقه خسرني العرب كله. كيف دينك؟ لا لا ولا الاداره وشال الحجاب ولا الجمهور ورد على الصاحي ورد على الناس. علم الناس كيف ياخذون وكيلة الجمهور عشان نفتح. اعطوني اسم وكيلة الجمهور لهذا الاسبوع اللي هو جاهز. عرضوا لنا الصوره. اسمها ويش؟ احنا جاينا عرب من برا. اسمها اس. الف مبروك يا اس وكيلة الجمهور لهذا. خليني اشوف تتابعني الاسبوع تستاهل. خليني اشوف معطيها بلوك. انا مبروك شوف متابعينه ولا لا. معطيها بلوك وكيلة الجمهور تابعوها كلكم. خلها تسوي لنا نقطه ترد علينا بنقطه نسوي لها فول. ما يبدا البرنامج هذا الله سبحانه نزل عليه التوفيق بس بالتدريج. العربان جايه علم كيف ياخذون وكاله الجمهور علشان يعرفون ايش لهم ايش الاعلام. علم جاينا فلان وفلان وعلان طريقة وكيلة. قاموا يهدفون قاموا يهدفون. ها الإعداد كيف آلية وكيلة الجمهور؟ على كيف على أكثر تفاعل. على أكثر تفاعل. أكثر تفاعل. يا سلام. الأكثر تفاعل في الهاشتاج تحصل على وكيلة الجمهور. حسابها الشخصي. حسابها الشخصي. وهذه رسالة لجميع حسابات اللي تتفاعل بشكل كبير في تاج البرنامج تحصل على وكيلة الجمهور. إذا كان مشرف دعم لأي أحد المتسابقين فيها مشكلة ولا عادي؟ لا أتوقع ما في مشكلة. أي واضح. كتفاعلها. لا والله معلومة للعامة. لا أكيد. لا هو ما فيها يعني إيه. شيء مخصص. لا هو للجميع، المشاركة للجميع سواء كانت مشرفة ولا غيرها بكيفها. طيب حنا قبل نختم نتكلم على الوقف. دائما نتكلم في كل يوم ونجدد بكم العهد ونذكركم بالعمل الخير وأنتم أحرص منا على عمل الخير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وقف الرحماء في جمعية عروة من الأوقاف اللي إن شاء الله بإذن الله نفرح إنا وياكم في اكتمال هذا الوقف، لأن عمل خيري والله سبحانه وتعالى أعطانا الفرصة بأن نشارك في بهذا الوقف. أسأل الله عز وجل أن يساعدنا ويساعدكم على إكماله، وأنتم أحرص منا على اكتمال هذا الوقف وإن شاء الله نفرح جميعا. أبو عبد الله كلمة عن الوقف. يعطيك العافية داح. أنا أذكر نفسي أذكر إخواني بكرة الاثنين، ويا يعني يا زينها إنك تكون صايم في هاليوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وتقدم في هالوقف لو سهم واحد ب300 ريال يا أخي حطه لأبوك وأمك. ما في أغلى من هالاثنين عندك. حطه لأبوك وأمك سهم بادر الآن وفرحهم. قل يا أبوي يا أمي ترى أنا حطيت لكم سهم 300 ريال في هالوقف. يعني ما اقول لك لا تودي لهم هديه لا تودي لهم شيء، لكن سهم واحتسب اجره عند الله سبحانه وتعالى. واسال الله لي ولكم التوفيق. 300 ريال ترى ما هي بشيء. وقف الرحماء لعائله جمعيه عروه ندب لكم على الخير. اي عروه شو نقول انا؟ ما بعروه عروه 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 نطقي سريع بالكلام عشان كذا. لا هي في قيلتنا عروه. طيب عروه عشان ما يزعل الاستاذ عبد الله الروقي، فاقول بادر والبدار البدار وقيمت عليكم الحجه وهذا الوقف يخدمكم والغاليكم. أبو سحاب كلمة عن الوقف. أنا كلمتي عن الصدقة بشكل عام.
الحياة يا أخوان ما تزين إلا بالأعمال الصالحة، ولولا الأعمال الصالحة وقبول الله تعالى لها كرما ورحمة منه ما في الحياة ثمرة ولا في حياة بركة. فأسأل الله سبحانه وتعالى مثل ما خلانا وإياكم من الذاكرين والصابرين والصائمين والقائمين والبارين أن يجعلنا من المتصدقين. والصدقة عمل عظيم، وأنتم تعلموني أكثر مما أعلمكم، أنا مجرد مذكر وداعي للخير ومتمني أمنية أن كل من يتابع هذه الشاشة وكل من يشجع هؤلاء المتسابقين وكل من يربطه بالبرامج الواقعية رابط ويجد أمامه جمعيات مباركة مثل هذه وأوقاف مباركة مثل هذه أن يكون له سهم ويكون له أثر ويكون سبب في استمرار عجلة التنمية عند فئات جميلة ونحبها ولبنى أساسية في المجتمع، لا اليتيم ولا المطلقة ولا الأرملة ولا المحتاج. فأسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم، أنتم اسألوا الله المعونة وتوكلوا عليه ولا تستخسرون على أنفسكم 300 ولا 600 ولا أن أياً يكن يكون في صالح موازين حسناتكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الله يجزاك خير يا أبو سحاب. في ختام حلقة اليوم، مهما أجبرتك الظروف على أن تتخلى عن أمنياتك، تذكر من يصمد يبقى هو الأقوى. لقطة ختام اللي غادرونا ليلة البارحة، نتمنى لهم كل التوفيق، نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه، نراكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من فقرة بدون تحيز. ناصر بن قمرة انسحاب من البرنامج، شكرا لك يا ناصر بن قمرة، في أمان الله ناصر بن سعد. لا تودعنا مراح